اوراق ما عندك كلمه يا قلبي نسيتك عدرفة شباك ولهاك المشتاق رح ودي ناسي دمعات سقيتك وبسافر بلاك بحلف لك يا وراق ما عندك كلمه يا قلبي نسيتك عدرفة شباك ولهاك المشتاق رح ودي دمعات سقيتك وبسافر بنام في كتب القلب نحصد الأيام والماضي صور تسكن بالخيال يا كل الحب يا كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بحلفلك يا دروب تنساكي عيوني سرقيني من الناس وردي عمر سنين نهداتي بقلوب يمكن نسيوني نسير الياباس يوعى من الحنين بكتب القلب نحصد كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال بكتب القلب نحصد الأيام والماضي صور تسكن بالخيال يا كل الحب يا كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال تكون المسافة بينك وبيني بعيدة رح يكون قلبي عليك ومعك خايفة من غيرتك عني وأنا كمان خايف عليكي خايف من الأيام وظلم الأيام وغدر الأيام أنا كمان رح يكون قلبي معك وعليكي فراقك صعب يا نسرين فراقك كتير صعب كتير قاسي وكتير ظالم وكتير مؤلم شو عطوك الترجم اليوم؟ ربيع؟ نعم شو عم تترجم؟ مقالات عن الجرايد وين كنت سارع؟ تذكرت بيته والضيعة أول مرة بتغيب عن البيت؟ أول مرة وحاسس بالضجر والملل والوحدة بكرة بتتعود شكون ربك ما بعتوك على تونس أو على الجزائر؟ ما كنت بقبل ما حدا بيعرف يمكن يعتبروك هربان من الخدمة خيلوا واحد منا لازم يصبر المعاش بيحرز
مرحبا. اهلا، تفضل ارتاح. سلامتك، من شو بتشكي؟ صراحة ما بشكي من شيء ابدا، بس جاي لعندك باستشارة. تفضل. هيدا الفحص من سنة تقريبا. نعم، حابب أعمل فحص جديد. حالتك كتير صعبة، ما في أمل أبدا أنك تجيب ولاد. بعرف، صرت أعمل أكثر من فحص والنتيجة أني عاقر. بالوقت الحاضر الطب ما بيقدر يعمل لك شيء، ليش بدك تعمل فحص جديد؟ زوجتي حامل. حامل؟ يمكن وضعي تحسن وصرت قادر اجيب ولاد؟ في مجال اعمل فحص عندك؟ هلا بعمل لك ورقة وبتروح على المختبر وبنرجع بنشوف النتيجة. قد ايه بتعطيني أمل؟ إذا في أمل لازم نشوف الفحص بالأول. شو بيتوجب علي حكيم؟ بدي سلامتك، الاستشارة عندي مجانية. شكرا. جو سوي تري كونتون. أول مرة بشوف أنت دون مون بيرو. طول ما جوزي بعيد عن الضيعة، صار بقدر شوفك وقت اللي بدي. هذا منيح مشان أنا، علشان أنا بشوف أنت كل يوم. تعرف شي أخبار عن ربيع؟ باردون؟ As-tu des nouvelles de Rabia? أخبار ما في، بس إذا بدك بيصير في. هلا بدي شي واحد، خليه بعيد. بعيد كثير، تري لوان. ميرسي، ميرسي بوكو. وقفوا الشغل، الغيم من بعيد مبين رح يقرب. روحوا على بيوتكم قبل الشتاء. رانيا مشغول بيلا، ما شافت جوزها كل النهار، انت شفتيه؟ شفته اليوم الصبح كان عم بيشرب قهوته. ترك البيت ولهلا ما رجع، ما عنده أي خبر عنه. كيف هي أعرف كل وقت كنت بالشغل. مصرية صار ساعة ناطرك. اليوم ما في لعب برات البيت، الدنيا رح تشتي. تركي إيد الصبي هلا، بتجن رانيا لما تشوفك معه. وتترك ايدي يا نسرين، ولا حدا خاصه فيي. لا حبيبي، رانيا عمتك لازم تسمع كلمتها. ما بحب اسمع الا كلمتك، انا فايت على البيت. لو رانيا طيبه وحنونه معه بصير يحبها. انت بتحكي عنها بالمنيح وهي بتقول عنك خبيثه. ما بهمني شو بتحكي شو بتفكر فيي. ما في الا وسام بفتش عليه. هلا رح ابعت مازن لعند وسام. وبيكون احسن، بس سألي رانيا بالاول. أكيد من هالنتيجة؟ أكيد 100%، وإذا بتحب فيك تشوف حكيم تاني. شفت كتير، ما حدا منهم عطاني أمل. أنت أكيد إنه زوجتك حامل؟ نعم. ما في خاتم زواج بإيدك. ما بحب ألبس محبس. حتى ما يصير في خلاف بينك وبين زوجتك لازم تقلها إنك ما بتجيب ولاد. يوما ما رح اقلها، يوما ما.
هيدي أول مرة بغيب فيها عن البيت لهالوقت. بدك الصراحة أنا بتمنى من كل قلبي إنه ما يرجع. رح يرجع أكيد بيرجع. هيدا الإنسان قليل المروة، عم بياكل ويشرب بدون ما يشتغل ولا يدخل قرش على هالبيت، شو بده أكتر من هيك؟ صاحح له اللي ما صاحح لغيره. إذا فستان ما قادر يشتري لرانيا بدي أعرف شو اللي عاجبها فيه. اليوم رح تخوت من خوف عليه، بتحبه. رانيا ما بتحب إلا حالة. ما شفتيها كيف ضايع بدونه؟ شفتها. هلأ يغيب عنا وسام كمان بتضيع بدونه. هيدا كان زمان، رانيا عندها زوجة اليوم. انت رجال وما حدا بيعرف المرأة إلا المرأة. في مواعيد بينه وبينه. شو اللي بيأكد كلامك؟ وقت اللي بتتأخر حتى تشوفه بيجي مثل مجنون يسألني عنا. ربيو سوا وأنا بآمن بالصداقة. الصداقة ما بدها تسريحة شعر وحمرة وبودرة وعطر الياسمين لما بدها تشوفه. رانيا حامل يا سناء. منا أول حامل عندها حبيب تاني. رح أخذ الأكل للصبي. أنا جعت. يلا هلأ بتجي سناء. بدي بيضة مسلوقة. قلت لها رح أجيب لك بيض مسلوق وجبنة ولبنة وتفاحة، تبقى كل اللي بدك إيه. ما شفت الماما بالبيت، مين جابك من المدرسة؟ الماما قالت لي صرت تعرف الطريق، تعا كل يوم لوحدك. كل يوم؟ ما عم بتروح تجيبك؟ لا أنا عم بجي لوحدي. لو شتت الدنيا بكير شو كنت عملت؟ كنت بركض كتير. تفضل يا شاب صغير، جبت لك الأكل اللي بتحبه. الشمس رح تغيب وبعده بلا أكل. عادة أمه بتاكل معه، كنت ناطرتها. وين راحت؟ بهالبيت ما بنعرف لوين بيروحوا ولا إمتى بيرجعوا. هيدا مشمع عسكري، كنت معه؟ عطاني اياه حتى ما اتبلل. عتمت الدنيا وانت برات البيت، كنت معه كل النهار؟ كل النهار، رحنا محلات بعيدة، محلات سياحية، مناطق فيها أثر. أنا كل النهار عم فتش على جوزي، ولهلأ بعد ما رجع على البيت. بكون عند سعدة بالقهوة. نطرته ساعات بالقهوة، وبقيت النهار بطرقات الضايعة. ما تشغلي بالك، فادي واعي وما بينخاف عليه. ابني وين؟ شوفي وين نسرين بتلاقي معه. كل الوقت عم بتفسده حتى يكرهني ويكرهك. بنت الحرام، أنا عم قولها الصبي مغير معي كتير. ليلى رح ارميها برات البيت. ليلى من كل بنت. ولما راحت الختيارة حتى تجيب أكل للبسينات، فاتوا الحرامية عبيتها حتى يسرقوها. كان عندها بسين اسمه كامنتو وبسين تاني اسمه فيننتو. لما رجعت الختيارة على البيت الحرامية قاموا تخبوا بالبير. صارت الختيارة تنادي البسين اللي اسمه فيننتو. فيننتو فيننتو. بيقوموا الحرامية بخافوا وبيردوا عليها بيقولوا لها نحنا بالبير. وبترجع الختيارة بتعيط للبسين اللي اسمه كامنتو. كامنتو كامنتو. شو بيقولوا للحرامية؟ نحنا ثلاثة بس. طلعي لبرا. مين سمح لك تفوتي على اوضة ابني؟ خليها هون يا ماما، بتخبرني حكاية كتير حلوة. انت اسكت. يلا شو بعدك ناطرة؟ نسرين خليكي معي. تصبح خير نسرين. خليكي نسرين. نسرين ليه صرختي عليا؟ انا بحبها يا نسرين. ما بريد تفوت لعندك على الاوضه. ليه؟ انا شو عملت لك؟ انت ما عملت لي شيء. انا ما بحبه وما بدي اياك تحكي معه. بدي احكي معها، هي بتحبنا كثير. هي كذابه وما بتحبك. انا الماما، انا اللي بحبك كثير.
لا هي بتحبنا أكثر. أنا بعرف شو عم تحط لك براسك هالخبيثة، أنا بعرف. زوجك رجع الحمد لله على سلامته يا ست. هو وين؟ ليه بعد ما جا يشوفنا؟ وصل المبلل الماي، فات من باب المطبخ، طلب العشاء وراح يغير تيبه. وين كنت لهلا؟ شغلت لي فكرة وعيشني على أعصابي كل الوقت. رحت على بيروت. كان لازم تخبرنا قبل ما تمشي، شو رحت تعمل ببيروت؟ رحت على المختبر وعملت فحص. فحص شو؟ ما كنت مرتاح. حبيت اطمن على صحتي. ما قلت لي ولا مرة انك تعبان. شو كانت نتيجة الفحص؟ مشغول بالك؟ انت جوزي ولازم اعرف. شو حابة تعرفي؟ سؤال بلا طعمة، بدي اطمن عليك وعلى صحتك. هذا كل شيء؟ جواباتك ما عم تعجبني ابدا. إذا عم تشكي من شيء قل لي. أنا ما تعودت أشكي من شيء. نتيجة الفحص يا فادي، شو كانت نتيجة الفحص؟ خبرني. النتيجة كانت مثل ما أنا توقعت. المهم أنا شخصياً ما عندي خوف على صحتي. أنت ما تعودت تعيش بالضياع، لهالسبب منك مرتاح. قريباً منرجع على بيروت ومنعيش أحلى أيام حياتنا. هذا بيصير إذا بيعت الأرض. اللي عم تشتغل بالأرض وواقفة بطريق البيع من الليلة ما رح تشوفها بالبيت. ناوية ترميها برا؟ اللي كان يحميها منه موجود. ربيع بآخر الدنيا، يوم اللي بيرجع شو بده بأرض بدون إدارة وبدون عمال وبدون زرع؟ تعتقدي رح يوافق على البيع؟ خسارته الكبيرة نسرين مش الأرض. ناطر شوف بين إيدي سيولة. سيولة صار لزمان ما شفتها. مش قاسمة معك، رح خليك تلعب بالمصاري لعب. أنا أكيد أكيد، لأنه أنا كتير طيب معك. طيب وهني ومحب وعطوف. الحياة حلوة معك، حلوة كتير. كان بده نسرين تبقى حده حتى ينام. صاير كتير متعلق فيها، متعلق فيها ويمكن بحبها أكتر مني. كسبي ابنك وخلاصي منها. هيك اتفقت مع رانيا. صح رانيا؟ بيصير صح إذا رميناها برات البيت. أي متى؟ ليلى. ليه بعدكم بالمطبخ؟ ما في بالعادة ننام قبلكم، بركي حدا منكم بده شيء. ما حدا بده شيء، روحوا على اوضتكم. زوجك بهالوقت بيطلب اشياء كثير. اليوم ما رح يطلب منكم شيء، يلا كل واحد على اوضته. قوم يا مازن. انا موجودة بالصالون، بدي نسرين تجي لعندي. تصبحي على خير. بكرة كل البيت رح يصبح على خير. يعطيك العافية. الله يعافيك يا سناء. بعد عندك شغل كتير؟ تقريبا خلصت. رانيا بدها اياكي بهالليل، قال بدها تشوفك. هالطلب غريب من رانيا، هي ما بتحب تشوفني ولا بتحب تحكي معي. قال ناطرتك بالصالون. تصبحي على خير. تصبحي على خير. Thank you.
سناء اللي بدك تشوفيني. صحيح، وبتمنى تكون اخر مره اشوفك فيها. طبيعي نلتقى من وقت لوقت، حتى لو بالصدفه، نحن عايشين ببيت واحد. ما رح يكون في صدفه. اسمعيني منيح نسرين، بي اللي كان عايزك وعايز خدماتك مات، ماما اللي ربتك وحبتك اكثر مني ماتت، خي ربيع اللي كان يحميكي صار باخر الدنيا وما في امل يرجع بالوقت الحاضر. فهمت قصدي؟ فهمت الكلام، ما فهمت قصدك. انا والست زينة ستات هالبيت، انت ما الك في شي، حتى التياب اللي عليكي منا الك، بس رح كون طيبة معك. خدي الشنطة وحطي اغراضك فيها واتركي البيت الليلة. فكري منيح بهالطلب وبكرة اعطيني جواب. خليكي بأرضك وخدي الجواب مني هلا، بكرة يمكن تصحى الدنيا. أنا حابة أشوفك مرمية برا بهالبرد وتحت الشتاء. مش لأنه برد وشتاء ما رح أترك البيت، أنا ربيت فيه وعشت فيه ومش ناوي يطلع منه ولا على القبر. رح بتكوني بالقبر اليوم إذا ما رح تطلع من البيت. لو أعمار الناس بإيد الناس ما بقي مخلوق على هالأرض. إذا ناويين على الشر فكروا منيح من اللي بدكم تعملوه. هي كلمة ورد غطاها، إذا خايفة من الشر روح افتح الباب وانقلعي. لا أنا ولا ست زينة بدنا إياكي عنا وببيتنا. البيت مش إلك وحدك، البيت إلك ولربيع. لما ربيع بيطلب مني اترك بترك. ربيع جوزي وانت خادمه عنده وعندي، ما تجيبي سيرته على لسانك. انا خادمه بالارض اللي عم بتعيشكن وتطعميكن وتسد جوعكن. استغنينا عن خدماتك، لا بدنا اياكي ولا بدنا الارض. رح تندموا اذا بعتوها. الارض بتحميكن كل العمر، المصاري وسخ الايدين، اوين تخلص؟ عيني ما شافت اوقح منك منت، بعد ناقص تتدخلي بحياتنا. منبيع او ما منبيع هذا الشيء ما بخصك ابدا. بخص ربيع، وربيع ما بده يبيع الارض. طولتوا بالكم عليها كثير، كثير عم تعطوا وجه، اذا ما قبلت تنقلي انا برمي لكم اياها برا. هذا الكلام عيب يا سيد فادي، حتى قليل الوفا ما بيرمي البنت اللي اكل من عرق جبينها برات البيت. فعلا بنت وقحه، عم بتطول لسانك وتكبري راسي علي. تعال قلبي حامر فيك. تدري وحش يا شرير يا بلا اخلاق. تركني يا فاجر، تركني يا فاسد يا فاجر. تكسر وحشي، امسكوا ايديا. بلا وفا بلا ضمير ضرير وحوش، اتركوني اتركوني. بلا وفا ضرير بلا ضمير. تعالي بلا ضمير تكرك. مازن 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 يا مازن 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 مازن. خير؟ شو بدك يا سناء؟ كنت نايم. بين النايم والفايق ما سمعت شي. سمعت، يمكن رانيا عم تصرخ على زوجها وانا ما بحب اتدخل بهالامور. انا اوضتي قريبه اكثر، ما كانه صوت رانيا. صوت مين بده يكون؟ يمكن صوت نسرين. نسرين باوضتها. فتحت الاوضه ما فيها حدا، بالي مشغول عليها، انا طالع على البيت لفوق. وانا طالع معك. خايفة ترجع؟
ما شايفه حدا. اكيد راحت حلت عنا واختفت من حياتنا. معقولة ترجع؟ لا، بنت الحرام أذكى من هيك. بتعرف إنه رح نرجع نرميها برا من جديد. كانت مثل الهم على القلب، وأخيرا أنت خلصت منها وأنا خلصت منها. ما كانت هم وبس، كانت مثل الكبوس بحياتي. خلت الماما تهتم فيها أكتر ما تهتم فيي، وخلت ربيع يعيش معي كأنك أخته بعد الزواج. ست رانيا، نسرين منا بأوضتها، فتشنا عليها البيت كله، كل زاوية، كل قرنة، ما كنا نلاقيها. نسرين تركت البيت. تركت لوين يا ست؟ يدلي أنا، نسرين غصن مقطوع من شجرة، لعند أهل ولعند قرايب، لوين بدها تروح؟ ولعند مين؟ لأرض تسد ما ترد، جعل عمرها ما ترجع. هيدي البنت مثل سمكة البحر يا ست، إذا بتترك بيئتها وبيتها بتختنق بتموت. ولا مرة كان عندها بيت. ماما لمتها عن الطريق وأنا رجعتها على المطرح اللي إجت منه. شحطيها؟ طردتيها من البيت. اللي ما عجبه يلحقها، أنا ما عايزة خدم. كنت صغيرة وربيتي بين إيدي وإيدين مازن، حرام تكوني قاسي علينا هالقد. مني مديونة إلكن، كنتوا عم تاخدوا أجرة تربيتي. يلا لتحت عودكن. عفاكي عفاكي، ما قصرتي فين. عشوي كانوا مفتكرين حالهم صاروا من أهل البيت. الخادمة اللي كانت عنا من زمان ما كانت تترجي ترفع راسها. مازن وسناء أخدين وش علينا ومكترين. أنا بعرف كيف أتصرف معهم ومع غيرهم. غيرهم؟ غيرهم مين؟ خي ربيع، خي اللي مجبورة أحبه. بس الدنيا علمتنا إنه ما في حب ببلاش، ما في حب مجاني. أنا بدي أعيش حياتي حسب راحتي وحريتي ومصلحتي وسعادتي. اللي لازم حبه حتى لو كان خيي لازم يأمن لي هيدا الشيء ببلاش مجاني، وهيدا الشيء ما بيتأمن إلا ببيع الأرض. البيت من دون نسرين والأرض من دون نسرين، ما بقى في سبب يمنعه من البيع. يلي عم يدق بابنا بهالوقت؟ الدنيا برا ليل وشتي ورعد، منو هالمجنونة اللي طالع بعد تأس العاطل؟ ليك بكفي دق، في ناس نايمة بهالبيت. سعيدة يا ست. هيدا انت؟ شو جابك لعندي بهالعاصفة؟ ولا شو الازعاج بالليل؟ ما بعرف غير بيتكن يقوين الليلة، الدنيا برا ساقعه قدام رح جمد بعروقي. شو طلعك برا؟ ليه ما رجعتي على البيت؟ ما حدا بده ياني بالبيت، جاروني ورميوني تحت الشتي. مين؟ مين جارك ومين رماكي؟ فادي ورانيا وزينة. وبنتي زينة كمان؟ كانت كتير قاسية معي، الكل كانوا قاسيين وشرسين. وشو المطلوب مني أنا؟ ابقى عندك الليلة بين ما يطلع الضو. إذا بنتي ما قادرة تشوفك ببيت جوزة بتجي عبيت أهلها؟ شو هالوقايحة هيدي؟ لو لقيت محل اتقاوى فيه ما دقيت بيتك يا ست. يعني بدك ياني اكسر كلمة بنتي وزعلها؟ روحي يا نسرين روحي، في كتير بيوت بتضيع، دقيلك شباب. مين اللي دق بابنا بهالليل؟ نسرين. نسرين؟ بنتك شحطتها من البيت وجاي تتقاوى عنا. هيدا اللي بعد ناقصني، يلي بنتي بتكرهها جاي لعنا حتى نقويها ونشفى عليها. مين كان هالمساج اللي علقنا بالليل؟
واحد غريب مضيع طريق الضيعة. يلا جافوا تنام، تصبح على خير. مين قادر ينام صوت الرعد؟ هيدا صنار بتنامي فيه وبتقومي فيه، ما بتفكيه عن حصرك لا ليل ولا نهار، ما بتخبري حدا عنه حتى ربيع. خليه سر بينك وبين نفسك، احفظيه بيحفظك. هاي تاني وصية لك. عم تعطيني ايه؟ عن قناعة وبكل طيبة خاطر. مالي كله وهبته للأيتام وخبيتها والذهبيات لإليك. نسرين يا نسرين، نسرين يا نسرين. صباح الخير ام سليم. يسعد صباحك يا سناء. شو ما عندك شغل بهالبيت؟ الشغل ما بيخلص. شو مطلعك على السوق بكير؟ بتعرفي نسرين؟ ما بعرف غيرها، بنت لكل بنات، ذكيه تفهم ورئيسة عقل. شفتيها او سمعتي حدا شافها؟ شو هالسؤال يا سناء؟ انت بتعرفي اكثر مني، او بتكون بالبيت او بتكون بالحقله. بنت شريفه عفيفه، لا بتروح هيك ولا هيك. شكرا يا ام سليم. ما عجبني هالسؤال، شو اللي صار عند الصبح؟ ما تلتهي على الطريق أحلى ما تتعوق على المدرسة. وبدك توصليني؟ أنا اليوم مشغول كتير، صرت تعرف تروح وتيجي لوحدك، ما بدك حدا يوصلك. أنا اليوم ما شفت نسرين، فقت بكير ورحت إلا صباح الخير، ما لقيتها. نسرين تركت البيت وما رح ترجع. بتكون راحت على الشغل.
قلت لك ما رح ترجع، تركت البيت وتركت الشغل كمان. ما رح شوفها ابدا. ما رح تشوفها ابدا ولازم تنسيها. بكره بترجع لانها بتحبني. خلص شادي، يلا روح، رح تتاخر على المدرسه. أي متى رح تشوف الضابط؟ اليوم أكيد بيكون اشتاق لي وبده يشوفني. طلبي منه يرجع ربيع على الضيعة. مش بكير؟ إذا مستعجلة على بيع الأرض ما بيكون بكير. والله أنا شايفة جوزك مستعجل أكتر منك ومني. هالضيعة بالنسبة له مثل الحبس، منه معود يعيش فيها. الحياة هي بيروت، الطرب، مسرح الأوبرج، الباريزيانا، ونادي الشرق، والمطاعم الفرنسية، هيدي هي الحياة. بعدك بتحبي خي وسام؟ أنت بتحب الضابط؟ مرتاحة معه، بيسليني. أنا ووسام عشرة عمر، بحب المغامرة، وأنا بحب النزوة معه. ما في حدا بالبيت، لا سناء ولا مازن. يا معطرة يا نسرين، كيف وين قضيتي هالليلة؟ ما بعرف. منيح اللي رأي جو وهديت العاصفة. حتى لو راحت العاصفة بتكون هلأ بردانة وتيابة مي. يا مين يحن عليا ويقويها. نسرين بتقرأ وبتكتب، يمكن تلاقي شغل عند حدا. الشباب ما عم بيلاقوا الشغل، فكيف البنات؟ بهدلتني وصرخت علي وقالت لي كيف نترك البيت بدون ما ناخذ اذنها. سالتك وين كنا؟ سالتني وقلت لها انه كنا عم ندور على نسرين. ايه وشو كان جوابها؟ بس خبرتها انه ما لقيناها، انبسطت وقالت لي طمنتوني، لو جبتوها معكم كنت رميتكم انتوا وياها برات البيت. غريبه هالرانيا، ما كانه اخته لربيع. قليله التهذيب عكس خيا المهذب والحنون. الله يرحم الخوي جواجيه، كان قاسي بس ما كان ظالم ولا قليل التهذيب معنا. ربيع ما بيريد هالشيء ابدا. اذا باقيين بهالبيت انا وياكي باقيين كرمال ربيع. انت ليه ساكت ما احكي؟ ساكت لاني عم فكر. بفكر كتير، ليه؟ ابني بده ابوه يرجع. ربيع صار لازم يرجع. اذا ربيع بيرجع بيت انا ما في اشوف انت كتير. بعمل جهدي حتى اشوفك كل يوم اذا بقدر. باردون؟ انت شو بيقول؟ Je ferai mon possible pour te voir. Tu me promets؟ ايه بوعدك. بيان،
بعد 3 أيام غبية بيرجع بيتي. مرسي. بعدك. نسرين تركت البيت بريداها وبكل طيبة خاطر. يمكن تعرفت على شي شاب من برات الضيعة وراحت معه. دي بعرفه عن نسرين إنها متعلقة بالأرض ومتعلقة بشغلها. إذا منك أكيدي من الكلام اللي عم تقوليه لازم بلغ المغفر. أنا خايف ما يكون صار لها شي لا سمح الله. ما صار لها شي أبداً. حضرت شنطتها وضبت ثيابها بالشنطة وودعتنا وراحت. من وين عندها شنطة؟ ما بحياتها سافرت. وقتها بنت بدها تروح مع شاب. تعمل حساب كل شيء. ما كان في ضرورة أبداً تروح خطيفة. كان فيها تخطب وتيجي لعندي تخلص لأوراقها. هيتك عم بتحور وتدور لحتى تكذبنا يا مختار. هذا الشيء عيب. نحن قلنا اللي صار واللي بنعرفه. ما بدك كل هاللهجة وكل هالعصبية منك. أنا خايف على البنت، هيدا كل شيء. بخاطركم. بعرف باب البيت، ما بدي حدا يوصلني. ما عجبني هالمختار أبداً. شغلته يخدم الناس وبس، ما شغلته يتدخل بأمورهم الخاصة. انسى، نحن باقيين كم يوم بالضيعة وبعدين فخار يكسر بعضه. هيدا من بعد ما تبيع الأرض، وبدي منك ما تنسي وتتذكري حصتي. سبق وقلت لك أنا وأنت مش قاسمين. رح يكون إلك حصة كبيرة تتصرف فيها مثل ما أنت بدك. على أمل إنه تكون هالحصة حرزانة. رح تكون حرزانة مثلك. اللي كانت مسودة علينا حياتنا ومنكدة علينا عيشتنا ومعيشتنا راحت. الجو خلي من نسرين. بكرة بينساها. ربيع لازم يشوفك حلوة. الرجال عقلهم قليل وضعاف قدام الإغراء. إلا ربيع، يا ما حاولت وفشلت. حاولي من جديد. كوني شاطرة. استعملي الجاذبية، استعملي الإثارة. عجبت الضابط بدون كل الحمرة والبودرة اللي عم تحطي لي إياها. الضابط ما رح يدملك. بكرة يمكن ينقلوه يرجع بلده. ربيع ما رح يحبني أبدا. تجوزني بس حتى يستر الفضيحة لأني حبلت منه قبل الزواج. بعد الزواج عاش معي كل هالسنين كأني تمثال من حجر. اللي طلع بإيده تغريه وتغويه وتسيره قبل الزواج بيطلع بإيده اليوم أكتر. اليوم ما في نسرين بالبيت. كيف تعرف انه زوجها واصل بهالوقت؟ ضابط قال له. علاقتها كثير قويه مع هالضابط. منا علاقه دايمه. يوما ما رح يختفي من حياتها. بتحبه؟ مرتاحه معه. وانت مرتاحه معي؟ مرتاحه ومبسوطه معك. انت انسان بتعرف تعيش وانا بحب الحياه معك، خصوصا حياتك وعيشتك ببيروت. قوم لنقعد معه.
عم منصور، يا عم منصور. العوافي. العوافي، انت رفيع الدين خواجة وجيه؟ نعم. اللي يا عم منصور؟ قبل ما اقول لك انت اللي ارضكم ارض طيبة واحسن ارض بالضيعة. وين هالبنت تركتها وهملتها وصرفت العمال؟ المجنون ما بيعمل عملتها. نسرين؟ كانت اشطر بالخواجة وجيه الله يرحمه. انا كنت بعيد عن الضيعة، كتير بعيد. شو اللي صار بغيابي؟ ما بعرف. المختار بيقول اختفت من هالأرض وما عاد حدا سمع عنا شيء. بحلف لك يا وراق ما انده كلمي، يا قلبي نسيتك عدرفة شباك، ولهاك المشتاق رح ودي نسمك، دمعاتي سقيتك وبسافر بناتك بكتب القلب نحصد كل الغرام، خيالات العمر عم تشرق بالبال بكتب القلب منحصد الأيام، والماضي صور تسكن بالخيال، يا كل الحب يا كل الغرام، خيالات العمر عم تشرق بالبال.